بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الماضية الشباب حكينا عن فكرة البايبلاينينج، فكانت هدف البايبلاينينج هو عبارة عن عملية تسريع أداء وعمل البروسيسور. أوكي، المرة الماضية أخذنا مثال هيك بالحياة العامة، كانت اللي هي فكرة اللي هو محل الغسيل أو محل دراي كلين. أوكي، الآن محل دراي كلين في عبارة عن أربعة ستيجز، بتكون من أربعة ستيجز اللي هو ستيج للغسيل وستيج للتنشيف وستيج للكوي وستيج لتوضيب الملابس. أوكي، فكانت كل مرحلة بدها إيش؟ نص ساعة. الآن إذا إحنا ما بنستخدم فكرة البايبلاينينج كنا إيش؟ نضطر نحتاج لقديش؟ أوكي، لو كل مرحلة بدها نص ساعة كنا نحتاج لساعتين، فكنا بهاي الحالة رح نحتاج لساعتين حتى ننهي إيش؟ ملابس شخص معين. أوكي، وبالتالي رح نحتاج لساعتين حتى ننهي ملابس الشخص الأول، ولساعتين ثانيات لننهي ملابس الثاني، وساعتين ثانيات للثالث، وساعتين ثانيات للرابع. طيب، فقالوا لا، ليش هيك يكون؟ خلينا نستخدم فكرة البايبلاينينج. الآن لما ملابس الشخص الأول تفوت على الغسيل وتروح على التحميص أو التنشيف، خلينا نقول أوكي، طيب ما هي هاي مرحلة التغسيل رح تفضى، ليش ما ندخل عليها إيش؟ ملابس شخص ثاني. أوكي، ومن هون إجت فكرة اللي هو البايبلاينينج. أوكي، بهاي الحالة شو رح يكون الأداء؟ رح يكون كل نص ساعة أوكي رايح يطلع معايا، أو رح نخلص لشخص كل نصف ساعة راح يكون نخلص لشخص معين. أما بدون بايبلاينينج رح نضطر كل ساعتين إنه نخلص لشخص، تمام؟ وبالتالي راح يكون عندي السبيد اب اللي هو 2 في ان، حيث ان هم عدد الاشخاص، تقسيم نص في ان اوكي زائد 1.5. الان 2 في ان زائد نص في ان، هاي المره الماضيه شرحناها اوكي، حكيناها بالتفصيل. 2 في ان شو معناها؟ اذا كان عندي ان من الاشخاص راح احتاج ساعتين لكل شخص، معناها راح احتاج لقديش وقت؟ اللي هو 2 ان، يعني كل ساعتين بخلص شخص. هاي الاثنين ان، هاي بدون بايبلاين. ببايبلاين راح نحتاج كل نص ساعة راح نخلص لشخص، وبالتالي إذا كان عندي ان من الأشخاص راح يكون راح أحتاج لنص في ان من الساعات حتى أخلص لهذول الأشخاص. لأن قسموهن على بعض راح تحسبوا إيش بهاي الحالة؟ السبيد أب. طبعا لما نحسبه راح يطلع بهاي الحالة 4 إذا كان أن عدد كبير، وبالتالي هو بمثل لي إذا مشايفين إنه 4 هو عدد الستيجز تاعات إيش؟ البايبلاين. لأن فكرة البايبلاين اللي شرحناها اليوم اللي شرحناها المرة الماضية لو نطبقها على المايكرو بروسيسور تاعنا، فالآن راح نشوف البايبلاين بالميبس مايكرو بروسيسور تاعنا. أوكي، الآن اللي بنظر أو بتفحص المايكرو بروسيسور أو الداتا باث اللي بنيناه المرة الماضية راح يشوف إنه بتكون فعليا من 5 ستيجز. اوكي، ستيج اللي هو الاولى اللي هو الانستركشن فيتش، هاي الستيج الاولى. والانستركشن فيتش هي عباره عن انستركشن فيتش فروم ميموري، هاي بنحضر الانستركشن من الذاكره. اذا تفحصنا الداتا باث تاعنا راح نلاقي انه الستيج الثانيه راح تكون عندي الانستركشن ديكود اند ريجستر ريد. اوكي، فراح نرمز لها بهيك انستركشن ديكود، هاي اللي هي ديكودينج، طبعا مش فقط ديكودينج وكمان قراءه الريجسترات. طيب المرحلة الثالثة إذا لاحظتوا الإكسكيوت، أوكي، مرحلة الإكسكيوت، وهي مرحلة الإكسكيوت أوبريشن والكالكوليت أدرس إذا كانت لود أو ستور. المرحلة الرابعة إذا تفحصوا كمان الداتا باث اللي بنيناه راح تلاقوا إنها اللي هي مرحلة الأكسس ميموري أوبرانت، وهي نسميها إحنا المم، هيا نرمز لها بالمم. الآن في بعض الإنستركشن راح تحتاجها بعضها لا، بس فعليا هي موجودة كستيج. المرحلة الخامسة اللي هي مرحلة الرايت باك بنسميها، وهي عبارة عن رايت ريزلت باك تو ريجستر، وهي إعادة كتابة النتيجة وين على الفايل ريجستر. وبالتالي إذا يعني أخذنا نظرة على الداتا باث اللي بنيناه يمكن تقسيم الداتا باث لخمس ستيجز اللي هن هذول هن الستيجز الرئيسيات، تمام يا شباب؟ أوكي. الآن في بعض البروسيسور ممكن يكون عدد الستيجز أكثر، في بعض المايكرو بروسيسور ممكن يكون عدد الستيجز يا شباب أقل. أوكي، وبالتالي عدد الستيجز بيعتمد على إيش؟ على البروسيسور اللي إحنا بنبني.
بالنسبه للبروسيسر تاعنا اوكي هذول الستيجز اللي اي انستركشن راح تمر من خلالها. طيب الان خلينا نشوف اداء اداء البايب لاين. يعني هسه احنا قلنا قررنا انه نقسم الداتا باث اللي بنيناه المره الماضيه لبايب لاين، تمام؟ لا يعني لستيجز. طب خلينا نشوف هل اداؤه بتحسن ولا لا. طيب افرضوا لي يا شباب انه التايم اللي راح نحتاجه بكل ستيجز كالتالي، راح نحتاج 100 بيكو سكند للريجستر ريد ورايت. اوكي يعني عمليه الريجستر ريد والريجستر رايت بدها هذول 100 بيكو سكند. اوكي وافرضوا انه راح نحتاج ل 200 بيكو سكند للاذر ستيجز اللي هن من هي اللي هي الانستركشن فيتش بدها 200، الاكسكيوت بدها 200، والميموري اللي هو الاكسس ميموري اوبرند بدها 200 بيكو سكند. طيب اذا هذول احنا افترضناها، طبعا المفروض بنعرفهم اكيد او بنحسبهم احنا. طيب الان خلينا الان نقارن يا شباب بين البايب لاين داتا باث، طبعا راح نبنيه احنا ترى وشوفوا كيف راح نبنيه، وراح ونقارن بين السنجل سايكل داتا باث. السنجل سايكل داتا باث، لما احكي سنجل سايكل اللي هو هذا اللي بيحتاج سايكل وحده اللي هو احنا اصلا بنيناه، يعني اللي الداتا باث اللي بنيناه مسبقا هذا بنسميه سنجل سايكل. ليش سميناه سنجل سايكل؟ لانه بيحتاج لسايكل وحده حتى يتنفذ. بس خلينا نشوف مين افضل، هل البايب لاين اللي راح نبنيه اوكي ولا السنجل؟ اذا لقينا والله انه السنجل احسن خلص بنظلنا محتفظين بالبروسيسور تاعنا. اذا لقينا لا البايب لاين راح يكون احسن، معناها شو راح نعمل؟ راح نعدل السنجل سايكل داتا باث ونحوله ايش؟ لبايب لاين. تمام؟ طيب اذا خلينا قبل ما نبدا نفكر بالبايب لاين خلينا نشوف نقارن بين السنجل سايكل وبين البايب لاين ونشوف الثروبوت تاعه اوكي ونشوف السبيد اب هل راح يتحسن ولا لا اداء البروسيسور تاعنا. طيب الان بناء عليه اذا اوكي خلينا نشوف كل انستركشن شو بحاجه، طلعوا لي بالله على هذا التيبل اللي امامنا. الان لو قلت لكم اللود انستركشن، اللود يا شباب شو بتحتاج؟ اللود اطول انستركشن عندنا، طبعا راح تحتاج كل هذول الستيجز. راح تعمل فيتش وديكود وريجستر ريد طبعا واكسكيوت، وراح تكتب على الذاكره وراح تقرا من الذاكره وراح تكتب على مين؟ على الريجستر فايل مره ثانيه. وبالتالي اللود راح تعمل انستركشن فيتش وريد واي ال يو اوب وميموري اكسس وريجستر رايت. طبعا هاي حكيناها المره الماضيه اوكي تمام، يعني حكيناها بالتفصيل. طيب طب قديش بدها وقت؟ ما احنا هينا هذا الافتراضات اللي موجوده امامي. الانستركشن فيتش 200، الريجستر ريد 100 من الريجستر فايل هاي، الاي ال يو 200، الميموري اكسس 200، الريجستر رايت 200. وبالتالي قديش بحاجه اللود حتى تتنفذ يا شباب؟ اجمعوهن 800 بيكو سكند. طيب الستور، الستور يا شباب شو راح تعمل؟ فيتش بدها 200 وريجستر ريد بدها 200. اوكي بالستور بدنا نخزن ريجستر وين احنا؟ بدنا نخزن ريجستر بالذاكره مش هيك؟ فراح نقرا هذا الريجستر وكمان بدنا نقرا الريجستر اللي بالايش اللي بيحسب للافكتيف ادرس يعني الار اس والار تي. فبالتالي راح نقرا من الريج ريجستر من 100 بيكو سكند، والاي ال يو 100% اللي بتحسب للافكتيف ادرس راح تحتاج 200 بيكو سكند، واحنا بالستور راح نكتب على الذاكره فبالتالي بدها 200 بيكو سكند. هل راح تحتاج لريجستر رايت؟ لا. شو راح تحتاج لريجستر رايت؟ خلص مجرد ما كتبنا على الميموري خلصت، وبالتالي بدها ايش؟ 700 بيكو سكند. الار فورمات كلهن بدهن دكتور دكتور هاي بدون بايب لاين هاي الحاله يعني؟ لا هاي احنا قاعدين بدنا وين بها؟ قاعدين بدنا نميز بين البايب لاين داتا باث، بدنا نقارن بين البيرفورمانس تاع البايب لاين والسنجل سايكل والسنجل سايكل. فهذا التيبل بس انه طبعا هسه بالسلايد اللي وراه بيميز لي بيناتهم. احنا بهذا السلايد بدنا نشوف اوكي بدنا نشوف قديش كل انستركشن بدها اوكي والتوتال تاعنا. طبعا هو هذا الرقم فعليا اوكي
بدنا نحسب منه قديش التايم سايكل اللي راح نحتاجه. طيب احنا شوف وين يا بهام، احنا المره الماضيه قلنا مين اللي بيحدد لي، هيو حكينا مين بيحدد لي الكلوك سايكل، الكلوك بيريود، الكريتيكال باث. ايوه الكريتيكال باث اللي هو اللونجست ديلي. فمن نحسب احنا الديليز تاعات الانستركشن تاعتنا، بدنا نحسبهن هون، وبدنا نشوف مين ايش الكريتيكال باث او مين اللونجست ديلي. فبدي احسب اللونجست ديلي مشان اشوف اوكي مشان اشوف اداء المايكرو بروسيسور تاعي او البروسيسور تاعنا. اوكي احنا هنا مجرد حسابات الساعه، هسه بنشوف شو هاي الارقام معناها اللي بتطلع معنا. على كل حال اتفقنا ان اللود بدها 800، الستور اجمعوا لي هذولا راح تطلع 700، الار فورمات بدها انستركشن فيتش 200، ريجستر ريد 100، اي ال يو اوب 200، وريجستر رايت لانه النتيجه بدنا نخزنها 100، فبيطلع 600 بيكو سكند. البرانش ايكوال بدها فيتش 200، بدها ريجستر ريد مشان نقارن بدها 100، اي ال يو اوب بدها 200 تمام مشان يحسب للزيرو تمام وفقط، وبالتالي راح تحتاج ل 500 بيكو سكند. طيب الان لو سالتكم مين اعلى مين الـ مين اللونجست ديلي اللي موجود عندنا، راح تقولوا لي ايش اللود هي اطول انستركشن وبحاجه ل 800 بيكو سكند حتى تتنفذ، صح؟ اذا بالسنجل سايكل، لو احنا بدنا نعمل سنجل سايكل راح تكون التايم بيريود اوكي او الكلوك سايكل تاعتي او الكلوك سايكل او التايم بيريود تاع الكلوك سايكل راح تكون 800 بيكو سكند بالسنجل سايكل، تمام؟ طيب الان بناء عليه خلينا نروح وين؟ على هاي الرسمه. شوفوا من نشوف البايبلاين بيرفورمانس اوكي، يعني من نشوف اداء اذا استخدمنا البايبلاين، ومن نقارنه يعني هون من نقارن بين البايبلاين وبين السنجل سايكل. طيب هسه افرض عندي برنامج، البرنامج فيه الانستركشن التالي لود، لود ثانيه، لود ثالثه. اوكي لو فوتتن على البروسيسور تاعي، طيب قديش راح احتاج لللود الاولى يا شباب؟ اللود الاولى قديش بتها؟ 800 بتها 800 بالضبط. اذا راح نحتاج قديش؟ 800. اذا بدها 200 للانستركشن فيتش، 100 للريجستر ريد او للديكودينج، 200 للاي ال يو، 200 للداتا اكسس، و100 للريجستر بدها 800. اذا احنا بنستخدم سنجل سايكل معناته راح نحتاج 800. هسه الانستركشن الثانيه ما بنفوتها على البروسيسور الا لما الاولى تخلص، هيك بالسنجل سايكل اوكي، يعني ما بتنفذ الانستركشن الثانيه الا لما الاولى تخلص، فلما الاولى تخلص الان بنفوت الثانيه هاي الانستركشن على البروسيسور تاعنا، فبنعملها فيتش ريجستر اي ال يو داتا وداتا اكسس وريد، هاي بتا كمان 800 بيكو سكند. طيب الانستركشن الثالثه اوكي ما بفوتها على البروسيسور الا لما البروسيسور يخلص اللود اللي قبليها او الانستركشن اللي قبليها، اوكي فبالتالي بس تخلص هاي اللود الثانيه بدخل الثالثه، فالان راح ندخل الثالثه وراح الان تتنفذ بتها برضه 800 بيكو سكند. فإذا بتلاحظوا هذا المعالج هذا البروسيسور كل 800 بيكو سكند تا ايش؟ تا يخلص انستركشن، وبالتالي التي سايكل تاعتنا قديش راح يكون حجمها؟ 800 بيكو سكند. اوكي؟ وبالتالي احنا كل 800 بيكو سكند بنخلص انستركشن، وهذا بيعني انه الكلوك سايكل لازم يكون طولها 800 بيكو سكند. إذا كانت التي سايكل أطول من 800 بيكو سكند اللود راح تفشل. شلون بدك يعني تخيلوا التي سايكل 700، طب إذا فوتت لود بدها 800، معناها بهاي الحالة راح تفوت الانستركشن الثاني والانستركشن الأولى بعدها مش خالصة، وبالتالي راح يصير مشكلة، صح؟ هاي بإيش؟ بحالة السنجل سايكل أنا بحكي، يعني إذا كان الداتا باث أوكي ما في بايبلاين
مش مكون، ما في بايب لاين، وبالتالي راح نحتاج اوكي راح يكون عندي سنجل سايكل، راح يكون بالسنجل سايكل التي سايكل راح تكون 800، معناها لما نختار كلوك لازم يكون حجمها 800. طبعا ليش 800؟ لانها التايم بيريد يحسب من باطول انستركشن، واطول انستركشن هي اللود، وبالتالي هي بحاجه ل 800 بيكو سكند. طيب الان لو احنا بنستخدم بايب لاين قديش راح يكون التي سايكل؟ اطلعوا لي شباب. الان اللود تاعيتي شو بعمل باللود تاعيتنا؟ اوكي طبعا مكون من ستيجز، فاذا اجت لي لود، فشو بعمل؟ بفوت اللود على الانستركشن فيتش. هاي اول نقطه. طيب الان عملنا لها فيتش، هسه عم نقولها وين؟ للستيج الثانيه. فالان راح نقولها احنا للستيج رقم 2، هاي اللود. الان الفيتش راح تفضى، فشو بعمل؟ بفوت اللود الثانيه على الانستركشن فيتش. يعني راح يكون داخل البروسيسور الان بالريجستر ريد راح تكون الانستركشن الاولى، وبالانستركشن فيتش راح تكون الانستركشن الثانيه. يعني كانه فايت اذا على البروسيسور تاعي الان في تو انستركشن قاعدات بتنفذها، طبعا اجزاء منهم مش كلها. اوكي الان لما تخلص الانستركشن فيتش خلال ال 200 بيكو سكند هذولا والريجستر ريد تخلص، الان البروسيسور شو بيعمل؟ بيدخل اللود الاولى على الاي ال يو، وبيدخل اللود الثاني على الريجستر. الان جزء الانستركشن فيتش راح يفضل الثالثه، معناها الثالثه الان بدخلها على الانستركشن فيتش تبعت البروسيسور. الان يا شباب بهاي المرحله من المعالج، بهاي المرحله بيكون البروسيسور قاعد بينفذ 3 instruction. الاي ال يو بلشانه او بتنفذ بالانستركشن الاولى، والريجستر ريد بينفذ بالانستركشن الثانيه، والانستركشن فيتش بتنفذ بالانستركشن الثالثه. شايفين؟ طيب بعد هيك شو راح اعمل؟ رايحين بعد هيك يعني بعد 200 بيكو سكند راح تكون الاي ال يو خلصت والريجستر خلص والانستركشن فيتش خلصت، فشو بعمل؟ بدخلهن على المرحله الثالثه، فالاي ال يو بوديها على الداتا اكسس. هاي الريجستر الانستركشن الاولى اللي هو اللي بالاي ال يو بوديها على الداتا اكسس، الانستركشن الثانيه بوديها من الريجستر ريد على الاي ال يو، لان الاي ال يو فضيت. وهسه هون الريجستر هذا فضي، فبودي له الايش؟ الانستركشن الثالثه، ببعث من الانستركشن فيتش على وين؟ على الريجستر. الان بهاي المرحله يا شباب مين راح يكون مشغول؟ بهاي المرحله راح يكون الميموري، الداتا ميموري مشغوله وبتنفذ باللود، والاي ال يو هاي بتكون مشغوله بالانستركشن الثانيه، والريجستر ريد بيكون مشغوله بالانستركشن، مشغول بالانستركشن الثالثه. يعني هاي الرسمه شايفين اللي قدامنا، بتكون الانستركشن الاولى هون والانستركشن الثاني هون والانستركشن الثالثه هون. اوكي يعني هذاك الدايجرام اللي شفتوه قدامكم الرسمه هيك معناها. اوكي بتكون هاي هون الانستركشن الاولى قاعده، والانستركشن الثاني هون، والثالث هون. هسه اذا كان بس 3 انستركشن راح تكون الانستركشن فيتش مالها فاضيه، فلو في انستركشن رابعه بدخلها على الانستركشن فيتش. طيب هسه بعد 200 بيكو سكند رايح الانستركشن الاولى تعمل ريد، والانستركشن الثاني تعمل تخلص الاكسكيوت، والانستركشن الثالثه تخلص الديكود. فشو بنيجي بنعمل؟ بنقول الاولى على الرايت ريجستر، والثانيه بنقولها على الميموري ريد، والثالثه بنقولها على الاكسكيوت. فبالتالي هاي راح تفضى وهاي راح تفضى. طب خلينا نشوف هاي كيف تمثل بالرسم اللي امامنا. الان الانستركشن هاي بوديها هون، الانستركشن اللي بالاي ال يو اللي هي الثانيه بس تخلص بوديها هون، وبعد 200 بيكو سكند
الريجستر هاي راح تخلص اللي هو تاعت الانستركشن الثالثه، فراح ابعثهم. تمام، وراح يظل يمشي عند المايكرو بروسيسور، راح يظل يمشي الانستركشن. فلاحظوا بالحاله الاولى اذا ملاحظين هون، خلال بالحاله الاولى بيظل البروسيسور ماسك الانستركشن يا شباب تا تخلص، مستحيل يفوت انستركشن ثاني عليه. تمام، اما بالحاله البايبلاين لا، الوضع بيختلف. البروسيسور بيكون ماسك هون بهاي الحاله، طبعا بيكون في بعض المراحل ماسك 3 انستركشن وقاعد بينفذ فيهم. اوكي، وبالتالي راح يكون بهاي الحاله التنفيذ ايش؟ اسرع. طيب هسا بناء عليه اللي قدامنا هون، كل 800 بيكو سكند راح نخلص انستركشن. اكيد انستركشن بتفوت بدها 800، مستحيل تفوت الثانيه غير لما الاولى تخلص. معناها كل 800 يعني لو انه هذا البروسيسور موظف وبيشتغل بده كل 800 بيكو سكند يخلص معامله. اما بحاله البايب لاين كل قديش بنصير نخلص انستركشن؟ كل 200 بيكو سكند بنصير نطلع انستركشن ونخلصها. يعني لاحظوا هنا هذا البروسيسور بال 200 بيكو سكند بيخلص الانستركشن الاولى، وبال 200 بيكو سكند الثانيه بيكون خلص الانستركشن الثانيه، وبال 200 بيكو سكند بيخلص الثالثه. معناته التي سايكل راح نحتاج الان 200 بيكو سكند. شو رايكم شباب؟ دكتور حصل البايب لاين تحت انه كل ستيج بتاخذ 200 بيكو سكند، صحيح؟ واحنا حكينا انه كل ستيج، يعني مش كل ستيج بياخذوا 200، يعني زي الريجستر بتاخذ 100. الريجستر بس اللي بيكون بالريجستر بيستنى كمان 100 بيكو سكند. ايوه بالضبط، يعني لاحظوا زي بالضبط، يعني هون لاحظوا الانستركشن فيتش 200 بيكو سكند، بس الانستركشن ريجستر هون احتاجت لقديش؟ ل 100، بس لاحظوا احنا خليناها تحتاج ل 200. السبب شوفوا عليه، احنا مش دائما قلنا التايم بنحسبه على مين؟ على الكريتيكال باث. الان لو سالتكم هاي ستيج وهاي ستيج ثاني وهاي ستيج ثالثه وهاي رابعه وهاي خامسه، تمام؟ الان دائما احنا بنحسب التايم، طبعا احنا بدنا التايم لكل ستيجز يكون ايش؟ متساوي. فبالتالي راح نختار بهاي الحاله الكريتيكال ستيج. قديش الكريتيكال ستيج حجمه 200، معناته كل ستيج راح اعتبرها 200. الان ليش؟ لانه هاي الانستركشن ريد، اوكي لما ادخلها اوكي بدي ادخل معها انستركشن فيتش للانستركشن اللي تليها. يعني لاحظوا كل ريد من الفايل تتوافق مع شو؟ مع ريد من كل ريد من الملف تتوافق مع انستركشن فيتش وين؟ بالانستركشن اللي تليها. وبالتالي اذا الانستركشن فيتش 200 والريجستر ريد 100، معناها هاي الستيج مضطرين انه نعملها 200. او طريقه ثانيه ممكن نفهمها، احنا لا هون اتفقنا انه اعلى تايم الكريتيكال باث هو اللي بيحدد لي ايش؟ بيحدد لي السنجل كلوك سايكل، صح؟ طيب وبالستيجز نفس الاشي. الستيجز انا عندي ستيجز 200 وفي ستيجز 100. الان معناها التي سايكل راح اختاره على مين؟ على ايش؟ على سايكل. وبالتالي راح يكون بهاي الحاله عندي 200 و100، فراح اختاره على 200. معناها بثبت كل ستيجز على 200 حتى لو في ستيجز اصغر زي هاي. شو رايكم؟ تمام؟ اوكي. الان يا شباب الان اذا لاحظتوا ان السنجل سايكل احتاج ل 800 بيكو سكند، اما بالبايب لاين شو معنى 800 بيكو سكند؟ انه الكلوك تاعيتي لازم تكون طولها قديش؟ 800. تمام، هاي طولها. يعني بدي 800 بيكو سكند حتى اوكي حتى يعني حتى انفذ الانستركشن تاعتي. حتى لو في انستركشن اقل لا، الكلوك تاعتي لازم بدها 800. اما في حاله البايب لاين لا، اوكي التي سايكل اللي بحتاجها هو حسب التايم اللي بحتاجه للستيج الواحده. طبعا في عندي 200 وفي عندي 100،
فبختار ايش الكريتيكال اللي هو او اللونجست باث فراح او اللونجست راح اختاره فبالتالي راح اختار 200. ال 800 بتعني كل 800 بيكو سكند بيطلع لي انستركشن، ال 200 بتعني كل 200 بيكو سكند بيطلع لي ايش بيطلع لي يعني بكون منفذ انستركشن، يعني بكون منفذ انستركشن بهاي الحاله. طيب الان if all stages are balanced يعني كان كلهن 200 بيكو سكند راح نحتاج اوكي راح يكون عندي time between instruction بالبايبلاين يساوي التايم بتوين الانستركشن بالنون بايب لاين على النمبر اوف ستيج. يعني تطلعوا لي هنا هنا احتجت 200، هاي ال 200 عباره عن شو؟ ترى 200 عباره عن التايم بدون بايب لاين اللي هو 800 صح تقسيم قديش عدد الستيجز عدد الستيج راح يكون راح يكون لا هنا هو هاي وهاي حسبهن واحدة يعني راح يكون واحد اثنين ثلاث أربعة حسبهن فطلع لهيك 200 أوكي يعني لأنه إحنا فوق حاسبينهن هذولا إنهن مية مية أوكي يعني هي تقريبا احنا بنطلع الجواب الان التايم بتوين انستركشن فعليا راح يكون التايم بتوين انستركشن بدون بايب لاين اللي راح يكون هنا طبعا هنا راح يكون 800 ماشي اوكي على النمبر اوف ستيجز فبالتالي هذا راح يكون عدد الستيجز بس ايش بحاله ايش البالانسد احنا هنا ما في بالانسد يعني شلون ما في بالانسد طلعوا لي بس اشرح لكم اياها الان هنا ما في بالانسد كيف يعني ما في بالانسد يعني ستيج بتها 200 ستيج بتها 100 هاي ايش 200 هاي 200 هاي 100 تمام هنا ما في بالانسد هناك المعادله بتقول لي اذا بالانسد طيب الان قديش راح يكون عندي هنا التايم بتوين او يعني فعليا التايم بتوين الانستركشن بالبايب لاين شو يعني التايم بتوين انستركشن يعني قديش بدي وقت حتى انفذ الانستركشن راح تكون يا شباب اللي هو 800 على 200 تمام قديش راح يكون بهاي الحالة راح يكون 4 تمام راح يكون 4 اوكي هاي طبعا بحالة انه نون هون في نون بالانس اما بحالة البالانس راح يساوي ايش راح يكون راح يساوي عدد الستيجز اوكي اللي هو هذا الرقم اللي بيطلع لي هنا دكتور بس ممكن سؤال تمام بالبايب لاين لما اخذنا المثال دراي كلين حكينا انه بعد مره ونص لحتى يصير ينتج كل نص من الوقت الاول صح بالضبط اه وهون نفس الشيء بالبايب لاين بعد كم بعد لما كل الانستركشن يفوتن يعني متى بيكون يعني بعد اثنين راح يكون بهاي الحاله يعني سؤال متى البروسيسور بيكون كله محتل وكل قاعد بينفذ يعني كل ستيجز قاعدات بينفذ اوكي راح يحتاج يعني بعد اثنين من بعد مش اثنين يعني بعد اربع انستركشنز يعني بعد اربع انستركشن ببلش المايكرو بروسيسور تاعي يكون كله محتل وفي انستركشنز قاعدات بتنفذ اوكي تمام الان على كل حال السبيد اب او خلينا نقول اللي هو التايم بتوين الانستركشن بالبايب لاين راح يكون التايم بتوين بالنون بايب لاين على النمبر اوف ايش اوف ستيجز الان قديش التايم بدون بايب لاين 800 بيكو سكند تمام على قديش عدد الستيجز 5 ستيجز 800 على 5 قديش بيطلع؟ قديش يا شباب راح يطلع هذا؟ احسبوا لي اياه والله راح يكون 160 بيكو سكند هذا ايش يا شباب؟ هذا عبارة عن التايم
between instruction بالpipeline. إيش يعني time between instruction بالpipeline؟ يعني قديش كل يعني كل instruction أوكي أو يعني لما تخلص الinstruction اللي تليها بعد قديش بتخلص؟ راح تخلص سوانا بعد 160 بيكو سكند. أوكي طبعا ليش طلع هذا الرقم أقل؟ لأنه ما في balance سون، يعني هنا 200 هنا 100 هنا 200 هون 200 هون 100، فأكيد إذا ما في بالانس راح تكون الرقم اللي بيطلع هون تقريبا أقل، أكيد راح يكون أقل من هذا الرقم، وبالتالي كل 160 بيكو سكند أوكي راح يطلع instruction أوكي، وبهاي الحالة راح يكون يعني إذا ما في بالانس بده يكون الأداء أقل أكيد. تمام. الآن الميبس تاعنا يا شباب، الميبس instruction set architecture اوكي فعليا صمم على اساس انه يدعم البايبلاينينج. كيف صمم؟ يعني شو الخصائص اللي بالميبس instruction set architecture اوكي اللي يعني شو الخصائص اللي راح تخلي انه الداتا باث تاعنا انه احنا نقدر نعمله ايش؟ انه احنا نقدر نعمله يعني نعمل له بايبلاينينج. اوكي اول شيء انه كل الانستركشن 32 بت، هاي اهم نقطه، يعني الانستركشن كلها طولها واحد، وبالتالي هذا راح يخلينا نقدر نعملها فيتش وديكود بكلوك سايكل واحده، وبالتالي الفيتش تاعيتي يعني هي وان ستيج بت وان سايكل. اما في بعض المايكرو بروسيسور الانستركشن تتراوح بين 1 ل 17 بايت انستركشن، يعني في انستركشن طويله وانستركشن قصيره، وبالتالي الفيتش راح تكون تختلف من instruction لإنستركشن ثاني. طيب النقطة الثانية few and regular instruction format، يعني في عندنا الإنستركشن format تعيتي قليلة وإيش ومتناسقة، وبالتالي عملية decode وread register بتتم برضو بone step، وبالتالي راح نقدر نعملها بone step. اللود والستور addressing اوكي نقدر هذول نعملهن على تو ستيجز، ستيج مشان تحسب الايفكتيف ادرس، وستيج ثانيه اللي هي الرابعه مشان تحسب لي الاكسس ميموري. كمان الالاينمنت فور ميموري اوبرند، واحنا ايش معنى هاي؟ انه الميموري اكسس تيك اونلي وان سايكل، يعني الاوبرند تاعاتي برضه 32 بت تمام، وين جايات على بدايه الوورد، وبالتالي راح نقرا وورد وان وورد ات ا تايم، وبالتالي هذا بيعني انه احنا بحاجه انه نقرا نعمل اكسس ب1 سايكل. اما في بعض المايكرو بروسيسور يا شباب لا، في بعض المايكرو بروسيسور الاوبرند ممكن يكون بايت، ممكن يكون وورد، ممكن يكون لونج وورد، يعني ممكن انت تحتاج حتى تقرا اوبرند اذا انه لونج وورد لتو ميموري اكسس اوكي، وبالتالي راح تحتاج تو سايكل. احنا الميبس تاعنا صمم او اختيرت الانستركشن ست تاعاته على اساس انها تدعم البايبلايننج بسهوله. اوكي في ناس بيختاروا ممكن يختاروا انستركشن ست تخلي البايبلايننج اعقد. طيب شو الخصائص هذول؟ انستركشن كلها نفس الطول، وبالتالي بدها وان كلوك سايكل مشان الديكودينج. العدد الانستركشن ايش؟ اقل. الآن يا شباب كمان من الخصائص اللي حكينا عنها اللي بتدعم اللي هي load والstore بحاجة لتو stages تمام، وكمان الأوبرن تاعي يعني حجمه word ومتناسق مع مين؟ مع يعني حجمه word، وبالتالي راح يحتاج one cycle حتى نقرأ من الميموري تاعتنا تمام، وبالتالي كل هاي الخصائص راح تدعم إيش؟ البايبلايننج، يعني راح تخلي يعني المرة الجاية إن شاء الله لما نحول الـ database simple database اللي بنيناه راح نحوله لبايبلاين، راح تلاقوا عملية التحويل كثير سهلة. طبعا الخصائص هاي خلت عملية تقسيم الداتابات لستيجز خلته سهل، يعني عملية تقسيم لستيجز خلته سهل. طيب الآن ممكن نواجه مشكلة بالبايبلاين يا شباب، وهي مشكلة إيش؟ الهازارد. إيش بنقصد بالهازارد؟ الهازارد يا شباب هو عبارة عن situations that prevent starting the next instruction in the next cycle، يعني مش إحنا منفوت instruction
بس تفوت الانستركشن اوكي راح نفوت وراها راح نفوت الانستركشن تمام، واثناء تنفيذ الانستركشن راح نقدر ايش نفوت الانستركشن الثانيه اوكي. الان في بعض الاوضاع اوكي في بعض الاوضاع لما نفوت انستركشن ما بنقدر نفوت الانستركشن الثاني اللي تليها بسهوله على مين على البروسيسور تاعي اوكي او على الستيج اللي بالبروسيسور تاعي. فبالتالي هذا الشيء بنسميه احنا هازارد اللي هي عباره عن وضع الاوضاع اللي بتمنع انه نبدا بانستركشن اوكي بالنكست سايكل، يعني النكست سايكل ما بقدر ايش ما بقدر افوت فيها انستركشن. من الامثله الاستراكشر هازارد، شو معنى الاستراكشر هازارد؟ لما يكون عندي ريسورس بيزي، يعني احنا بحاجه لريسورس، يعني مثلا احنا بحاجه نقرا من ميموري اوكي انستركشن بحاجه تقرا من ميموري، لكن لقيت هاي الانستركشن لقيت الميموري محجوزه من الانستركشن اللي قبليها، فشو مضطرين هنا نعمل اوكي او شو بصير بهاي الحاله؟ بصير هازارد الداتا هازارد يا شباب. ايش معناها؟ انه need to wait for previous instruction to complete its data read write، يعني instruction معينه بدها تقرا داتا بس الداتا مش جاهزه بعدها لانه الانستركشن اللي قبليها مش خالصه اوكي، هذا بيفوتنا بايش؟ بالداتا هازارد. الكنترول هازارد اوكي deciding on control action depends on the previous instruction، يعني فعليا انه الكنترول تاعي او تقرير وين احنا بدنا ننفذ او الانستركشن اللي بننفذها بيعتمد على نتيجه او بيعتمد على الانستركشن السابقه. طبعا هذول هسه رايحين نشوفهم بالتفصيل. طيب طلعوا لي على اول هازارد ممكن يصير معنا، على اول وضع ممكن ياخر تنفيذ انستركشن اللي هو عباره عن الاستراكشر هازارد. هذا متى بصير؟ اذا صار تضارب باستخدام الريسورسز. كيف يعني؟ افرضوا يا شباب انه المبس تاعي في ميموري واحده سنجل ميموري اللي هي شو فيها؟ فيها البروجرام وفيها الداتا، يعني ما عندنا بروجرام ميموري وداتا ميموري، عندنا واحد ميموري واحده. طيب الان انتم بتعرفوا باللود والستور راح نحتاج نعمل اكسس للداتا مش هيك؟ طيب الان افرضوا في عندي انستركشن بتعمل لود، فراح تروح تقرا من وين؟ من الداتا ميموري اوكي. طيب افرضوا في انستركشن ثاني بدنا نعمل لها فيتش اوكي، الفيتش برضه بدنا نعملها ايش؟ بدنا نقراها من الميموري. طب افرضوا انا عندي ميموري واحده، فبهاي الحاله شو راح نعمل؟ رايح هاي الانستركشن اللي بدها تعمل فيتش شو لازم نعمل؟ بتعمل بهاي الحاله ستول، يعني بتعمل تاجيل لايش؟ لهاي السايكل تاعتها، وهذا بيخلي البايب لاين يعمل ايش؟ بابل. والله كيف يعني؟ انتبهوا لي يا شباب، هاي ايش معناها؟ اذا احنا عندنا يا شباب ميموري واحده، مره ثانيه انا عندي ميموري واحده، شو يعني ميموري؟ يعني بروجرام وداتا ميموري. يعني طيب هسه افرضوا في انستركشن قاعده بتعمل تخزين للداتا او قراءه للداتا من هاي الميموري، طيب وانستركشن ثانيه بدها تعمل فيتش، يعني بدها تعمل فيتش. طب هاي الحاله هاي انستركشن بدها تعمل فيتش وهاي انستركشن بتكتب على الداتا، فالاثنين قاعدات بايش؟ الانستركشن فيتش قاعده بدها تدخل على الميموري اللي قاعدين الان ايش احنا بنعمل عليها اكسس، وبالتالي بهاي الحاله الانستركشن الثانيه شو راح تعمل؟ لازم تتاجل اوكي. فبالتالي بهاي الحاله هاي بنسميه ستراكشر هازارد. طيب لو سالتكم ليش احنا هذا السيناريو ما بصيرش بالماكرو بالبروسيسور تبعنا، ليش يا شباب؟ لانه عندنا سيبريت داتا، كل واحد يعني الانستركشن بميموري والداتا بميموري ثاني. ايوه بالضبط، لانه احنا عندنا بالميبس تاعنا في عندنا سيبريت انستركشن داتا ميموريز، يعني عندنا ميموري للانستركشن وميموري للداتا. هذا شو بيمنحنا؟ بيمنحنا يا شباب طلعوا بس، هاي احنا عندنا بروجرام ميموري وداتا ميموري، هي هذا بيخلينا احنا انه نقدر
نعمل فيتش بيقدر انه نعمل رايت للداتا او ريد للداتا من هاي الميموري، وبيخلينا وبيخلينا كمان قادرين انه نعمل فيتش من البروجرام ميموري بنفس الوقت. فبالتالي هذول التو ميموريز ما بتضاربوا، تمام؟ هاي بنسميه احنا ايش؟ ستراكشر هازارد. هاي وين بتصير؟ بتصير اذا كان الميبس تاعك او الداتا باث اللي انت بنيته فيه بس ميموري واحده مخصصه للبروجرام وللداتا، تمام. اما بالداتا هازارد فالانستركشن تاعيتي متى بصير؟ اذا الانستركشن تاعيتي depends on completion of data access by the previous instruction، يعني اذا الانستركشن تاعيتي بتعتمد على داتا، تعتمد على داتا والداتا هاي اوكي بتعتمد على داتا والداتا هاي ما بتتجهز الا من الانستركشن اللي قبليها. طلعوا لي مثلا عندي هنا add instruction، add S0 T0 T1، هاي شو راح تعمل لي؟ تجمع لي T0 مع T1 وتحط الناتج ب S0. السبتراكت اللي تحتيها راح تجمع لي ال S0 مع T3 وتخزن الناتج بال T2. وبالتالي إذا بتلاحظوا إن الانستركشن تاعيتي هاي الثانية مالها تعمل اكسس لداتا من انستركشن، أوكي من الانستركشن اللي قبليها. هسه اذا بدنا نقرا اذا هاي الصب بدها تقرا الداتا بالاس 0، طيب والاد بعدها مش مجهز الاس 0 100% راح تكون النتيجه غلط. يعني هاي الانستركشن بدها تقرا الاس 0، الاس 0 الجديده اكيد تاعت نتيجه الاد، وبالتالي معناته المفروض احنا شو نعمل؟ ما نقرا الاس 0 الا لما الاد ايش تخلصها. يعني المفروض ما نقرا الاس 0 ونحطها ونعملها سبتراكت الا لما الاد تكون مجهزه الاس 0 ومخزنيتها. طيب الان لو سالتكم والله هاي الاد، اوكي احنا هون هاي بنحكي عنها داتا هازارد. طيب الآن اطلعوا لي هاي الآد، الآن مندخلها وين؟ على الانستركشن فيتش، بعدين ديكود اكسكيوت ميموري ورايت باك أو ريجستر، يعني رايت باك ريجستر. الآن السؤال تاعي متى هاي النتيجة بتكون مخزنة؟ أو وين يعني متى الآد بتكون مخزن النتيجة بالأس زيرو؟ بالرايت باك دكتور. بالرايت باك هون. طيب النقطة الثانية السبتراكت متى راح تقرا الاس 0؟ بالديكود. ديكود. بمرحله الديكود. طيب معناته لا اوكي هذا شو بيعني؟ مره ثانيه اذا احنا الاد بتكون مجهز الداتا ومخزنيتها بالرايت باك، يعني هون تمام، والسبتراكت بتكون بحاجه للاس 0 بمرحله الديكود. هيها طيب هذا بيعني ايش؟ اذا هاي هون تمام بتكون جاهزه والسبتراكت اوكي بحاجه انها تقرا الاس 1، اكيد الاس 1 الجديده اللي هي ناتج عمليه الجمع اوكي، بس الاس 0 قلنا لازم تكون مجهزيته. طب هذا شو بيعني؟ انه لازم ناخر السبتراكت، صح؟ لازم نأخر السبتراكت إنها تفوت على الماكرو بروسيسور تاعنا لحديت متى؟ لحديت ما تكون الآد مجهز النتيجة. الآد بتجهز النتيجة بالرايت باك ماشي، والسبتراكت بتكون بتها الريجستر ريد بالإنستركشن ديكود، معناته راح أأخر الإنستركشن ديكود لحديت بعد ما نعمل رايت باك. طيب هذا بيعني انه السبتراكت لاحظوا باخر الديكود تاعها يعني من نحكي ديكود ديكود وريجستر ريد لحديت متى؟ لحديت ما نعمل ريجستر باك. هينا اخرت الان 100% الاد
راح تكوني مجهزه الداتا وحاطيتها بال بال بالفايل، و100% السب تراكت لما تقرا الفايل راح تلاقي المحتويات جاهزه. تمام. وبالتالي هذا بيعني انه الانستركشن فيتش وين بتتكون بهاي المرحله، يعني قديش اخرناها عن وضعها الطبيعي instruction fetch، اخرناها ستيجين. يعني لو ما في داتا هازارد راح تكون الانستركشن صب هون تفوت، صح؟ راح تفوت. طيب ما حداش خطر بباله انه يعني هذول شلون مع بعض، يعني هون واحد بيقول لي هون اعمل رايت باك، هون اعمل هون اقرا، هون تخزن الريجستر، هون اقرا الريجستر، طب مع بعض هذولا بياثرن على بعض؟ اذا ما عملناش بابل بياثر؟ لا ما بياثر، لانه we write on the first half of the cycle, we read على second half. بالضبط، لانه ما اذا يعني ليش هاي يعني هون لحظه احنا بنقول هون بدنا نكتب على الريجستر وهون بدنا نقرا من الريجستر، مش هيك؟ طب هون احنا عاملينهم مع بعض، يعني ليش ما اعمل هاي الاي دي احطها هون اخرها؟ السبب بالضبط لانه راح نكتب، طبعا هاي بتعرفوا انتم الريجستر سرعته 100 يعني سريع، وبالتالي راح نكتب على او باول 100 بيكو سكند على او اول 100 من التايم راح نكتبه على الريجستر، وثاني 100 من التايم راح نعمل ديكود. يعني عملية الرايت من الريجستر والريد من الريجستر اوكي سريعة، وبالتالي ال 200 بيكو سكند مع بعض يعني كافية انه نقرا ونكتب الداتا، صح؟ تمام. وبالتالي راح نقرا نكتب باول 100 بيكو سكند على الريجستر زي ما حكيته اكيد، وراح نقرا بثاني 100 بيكو سكند من الريجستر فايل، فهيك طلعن مع بعض. طيب بس لحظة، هاي راح تعمل لي مشكلة، هاي راح تضعف لي أداء المايكرو بروسيسور تاعي، هاي العملية راح تضعف أداء المايكرو بروسيسور، أوكي؟ يعني راح يكون البرفورمانس تاعنا أو السبيد أب قليل بهاي الحالات لما يكون عندنا داتا هازارد، صح؟ فلا بد إنه نلاقي حلول. طيب بس بجوز واحد يسأل هذا الشكل شو معناه؟ طلعوا لي بس بالله يا شباب بنشوف شو معنى هذا الشكل، يعني ضروري نستوعبه. طلعوا، أنا عندي مايكرو بروسيسور الآن إجت عندي الآد، بعمل لها instruction fetch. طيب بعدينك شو بعمل؟ ديكود. فشو بعمل؟ ببعثها هاي الانستركشن وين؟ على الديكود. هاي رح تقرأ لي أكيد T0 وT1. طب لحظة، هسا على الانستركشن fetch تاعيتي فضيت، هسا ما بدخل عليها الصب، احنا اتفقنا انه نؤخرها، فبالتالي الانستركشن fetch راح تكون بابل بهاي الحاله، يعني ما مش راح ادخل عليها شيء، يعني فقاعه يعني فاضي، يعني الانستركشن فيتش للبروسيسور بده يكون فاضي ما بينفذ اي شيء. بعدين الديكود خلص بعد 200 بيكو سكند، فبفوت على الاكسكيوت، فالانستركشن تاعيتي بفوت على الاكسكيوت، بس لحظه ممنوع، اوكي ممنوع افوت الانستركشن الجديده تاعيتي، اتفقنا انه ناخرها، صح؟ فبالتالي راح يكون مرحلة الديكود ومرحلة الانستركشن في مرحلة الديكود، تمام، ومرحلة الانستركشن فيتش راح يكونن برضه فاضيات، مع العلم انه في انستركشن هون بس قاعدة بتستنى، ممنوع هاي تفوت يا شباب، اتفقنا. فبالتالي بتتكون يعني هون بهاي الحالة البروسيسور تاعي فيه فقط انستركشن واحدة، راح تكون الفيتش فاضي والديكود فاضي والاكسكيوت قاعد بينفذ بالاد، يعني فقط الاد اللي موجوده. طيب بعد ما تخلص الانستركشن اكسكيوت، لان شو باجي بعمل؟ بفوت الانستركشن تاعيتي على وين؟ على الميموري. اوكي طبعا هي مش راح تفوت على الميموري، بس هاي الكلوك راح تكون الميموري مش مستخدمه، بس راح تعتبر يعني راح تاخذ وقت، راح تكون هاي الكلوك اوكي ما تطلع نتيجه، بس فعليا راح نفوت الانستركشن تاعي على الميموري. طيب
راح تكون بهاي الحاله الاكسكيوت فاضيه والاي دي فاضيه والانستركشن فاضيه. الان بهاي الحاله راح نقدر نفوت السب على وين؟ على الفيتش. فهي هالفيتش الديكود فاضيه والاكسكيوت فاضيه. يعني تخيلوا مايكرو بروسيسور فيه الانستركشن فيتش تاعيته فيها السب، الديكود فيها بابل ولا بتعمل شيء، والاكسكيوت فيها بابل، والميموري في ايش؟ هاي الانستركشن. لان بعد 200 بيكو سكند راح نفوت الانستركشن تاعيته وين؟ على الرايت باك. اوكي، والبابل هاي راح نفوتها على الميموري، والبابل هاي راح نفوتها على على الاكسكيوت، والانستركشن فيتش راح نفوتها وين؟ على الديكود. فالمعالج راح يكون فيه انستركشن فيتش راح يكون فيه هاي، انستركشن ديكود راح يكون هاي، الاكسكيوت راح تكون فاضيه هيها. كيف عرفت هيها؟ الميموري راح تكون فاضيه، والرايت باك ريجستر رايت باك راح تكون في مين؟ هاي الانستركشن. اذا بهاي هاي راح يكون هيك المعالج فيه. طيب هسه هذول دكتور بالانستركشن الاول بالديكود يعني هو لسه ما قرا الانستركشن الثاني، فكيف يعرف انه لازم يستنى 2 سايكل؟ لحظه، الانستركشن الثاني لما كان هنا صح؟ لما كان الديكود. اوكي، كيف يعرف انه ما لازم يدخل انستركشن جديد ويخليها بابل؟ لا، هي احنا لازم نصمم طبعا احنا هذا بنحكي هيك بشكل عام، بس احنا لازم نصمم السيركت تاعيتنا بحيث اذا في عندنا داتا هازارد اوكي انه هو يحط بابل او يعمل فلاش. طبعا احنا هذا الكنترول يونت هي اللي بتحدد هاي الاشياء، الكنترول يونت هي اللي بتحدد هاي الاشياء. يعني لاحقا راح تتوضح هي، بس احنا هون بنحكي هيك يعني ثيوريتيكلي. اوكي، احنا هيك بنحكي ثيوريتيكلي، احنا عرفنا لانه الانستركشن هذول قدامنا ماشي، بس فعليا احنا عملنا انستركشن فيتش، انستركشن ديكود. لما عملنا ديكود راح نعمل فيتش لهاي للصب، ترى هون راح تنعمل فيتش. بس لما المايكرو بروسيسور او الكنترول يونت تعرف انها هاي صب وانه في داتا هازارد، فطوالي راح تعملها فلاش. اوكي، او راح يعني راح تعمل بعض الاشياء اللي تمنع عنها هاي الانستركشن تتنفذ مباشره، او راح نعمل اللي هي راح تعمل ديلي. اوكي، مره ثانيه، احنا بنعمل انستركشن فيتش للاولى صح، بعدينك بنفوت، بس تخلص بنفوت وين؟ على الديكود. طيب المعالج بتعرفوا شو راح يعمل؟ راح يفوت الصب وين؟ على الانستركشن فيتش. يعني بهاي اللحظه راح يكون الصب موجود هون والاد موجود هون. طيب بعد هيك، طبعا احنا انستركشن فيتش مش هيك، بعد هيك راح نعملها ديكودينج. اوكي، راح نعملها ديكودينج لهي الانستركشن. لما يكتشف البروسيسور انه في داتا هازارد، طبعا راح نشوف كيف بده يكتشف، احنا اكتشفناها لانه بنفهم بنعرف، والكمبيوتر طيب بده شلون؟ بده اكيد بده يعمل، والكنترول يونت تعرف انه في داتا هازارد. فشو بتجي الكنترول يونت بتعمل؟ بتعمل تاخير لهي الانستركشن زي احنا ما اخرناها هون. طيب خليها شوي، هاي راح يعني تنفهم لاحقا. على كل حال احنا وصلنا لمرحله راح يكون المعالج فيه التالي، راح يكون فيه الانستركشن ديكود تبعت الصب، انستركشن ديكود، راح يكون الاكسكيوت ما فيها تبعت البروسيسور، الميموري ما فيها شيء، والرايت باك راح يكون فيها هاي الانستركشن. الان اول 100 بيكو سكند راح يكون عاملين رايت باك للنتيجه اللي هو الزيرو. طيب وراح تكون الزيرو انكتبت، وثاني 100 بيكو سكند اوكي راح نعمل قراءه من وين؟ من الريجسترات، فراح نقرا الزيرو. فشو راح نلاقي؟ القيمه الزيرو الجديده. فبالتالي الان راح نقرا القيمه الزيرو الجديده، وبالتالي راح الانستركشن ديكود هاي او الريد ريجستر راح تطلع لي قيمه الاس زيرو ايش الجديده.
يعني اللي معمول لها اد مسبقا، وبالتالي راح تكمل الانستركشن تاعيتي وتطلع للناتج بناء على الزيرو الجديد. تمام. طيب هذا مش عملي اوكي، لانه فعليا ضيع لي جزء من الداتا، او ضيع لي فعليا يعني عفوا، لانه هذا ضيع لي يعني ضيع لي كلوك اوكي، ضيع لي كلوك سايكل هذول البابل. ففي حل، شو رايك وشو الحل هنا؟ شو رايك يا شباب الداتا وين الاس زيرو بتتجهز؟ هون صح؟ الاس زيرو مين متى بتتجهز؟ تتجهز بعد الاكسكيوت. طب السؤال تاعي ليش نستنى عليها 200 بيكو سكند للميموري و200 بيكو سكند لا او 100 بيكو سكند للريجستر باك؟ ليش ما ناخذ الداتا من هون؟ يعني بدل ما ناخذ الداتا من هون اوكي، احنا بدنا الداتا ونوديها على الديكود، بدل ما ناخذها من هون ليش ما ناخذها من هون؟ صح؟ وهذا شو بسمح لنا؟ انه نقدر نرجع الانستركشن تاعيتي للخلف، وبالتالي هذا واحد من الحلول. اوكي؟ اذا لما يكون عندنا داتا هازارد ممكن نحله بهاي الطريقه. هاي الطريقه شو بسموها؟ الباي باسنج او الفوروردنج. الريزلت تاعاتي يا شباب، اذا لاحظوا الحل عندي، بدل ما ناخذه من هون ونجيبه لهون، الان الحل انه النتيجه يا شباب بتكون جاهزه هون، فليش ما اخذها وادخلها على الاي ال يو؟ هذا راح يسمح لي انه ارجع الانستركشن تاعيتي للخلف. صح؟ وبالتالي الفوروردنج هاي راح تحل لي المشكله. وبالتالي لاحظوا هنا، شوفوا الان بما ان الاكسكيوت بتطلع لي الداتا بهاي المرحله والانستركشن ديكود بتطلع لي بهاي المرحله، معناته ما في داعي نحط بابل. صح؟ ما في داعي نحط بابل. الان بناء عليه طلعوا لي هاي الاد تاعيتي، الاد تاعيتي شباب بدها تطلع ناتج عمليه الجمع وتخزنه بالازيرو. انا ليش استنى تخزنه بالازيرو؟ ما هي الاي ال يو بس تطلع عمليه الجمع بتكون جاهزه هون. طيب والصب بدها الداتا، طبعا الصب بدها تطرح الازيرو والتي 3 تطرحهم من بعض. طبعا مين اللي بطرح الاي ال يو؟ معناته على الاي ال يو راح افوت لها T3 هون، ما فيهاش مشكلة، وفوت لها T0، T0 ما هي هون جاهزة. يعني ما فيش داعي آخذها من الرايت باك، فباخذها من هاي المرحلة. فبالتالي هاي عبارة عن إيش؟ الـ S0 راح تكون. طيب، إذا هون الـ execute، وهون الـ execution الـ ALU، هون الـ ALU معناها راح تكون هون الـ instruction decode، وهون الـ instruction fetch. طيب وبالتالي عملية الفوروردينج بحاجة لإكسترا كونكشن بالداتا باث تاعنا. وبالتالي لاحظوا ما أخرت، ما أخرتش بالمرة. يعني عملت instruction fetch للأولى، عملت instruction decode للأولى، لأن instruction fetch فضي فبفوت عليه الصب. الآن خلصت instruction decode فوتها بعملها execute. الآن الانستركشن فيتش للصب خلصت بفوتها على الانستركشن ديكود. بعد هيك شو بصير عندي؟ الاد بس تخلص من الاكسكيوت بفوتها على الميموري، الصب بس تخلص من الاكسكيوت شو بعمل؟ بفوتها بس تخلص من عفوا الصب بس تخلص من الديكود بفوتها وين؟ على الاكسكيوت. اوكي الان فعليا الاكسكيوت راح تقرا الاس زيرو السابقه وراح تمشي اذا بدون ما نعمل بابل،
او بدون ما نعمل ستول للصب، يعني بدون ما ناخر الصب، هيها الصب فاتت وضع طبيعي. طيب بجوز الساعه تسالوا نفسكم يا شباب شو هون، يعني شو معنى هذا السلك اللي موجود عندي هون، يعني شو هاي هون لو بدي امثلها. يعني لاحقا يا شباب راح نبني هذا السيستم، راح نيجي على الداتا باث ونخليه يدعم البايب لاين، فبتتوقعوا هذا الخط راح يكون اسلاك اكيد، يعني وايرنج. شو هون راح يكون بهذا الكونكشن، هاي النود هنا او هاي الكونكشن شو راح تكون؟ ملتيبلكسر. بالضبط راح تكون ملتيبلكسر. طيب الملتيبلكسر الكنترول تاعيته من وين راح تيجي؟ من سيركت موجوده اوكي، بتحدد لي انه في عندي ايش، في عندي داتا هازارد بهاي الطريقه. تمام، يعني راح يكون اكيد هنا ماكس، وهنا اكيد في كنترول او سيركت اوكي، فعليا بفوت انبوت معين راح نشوفه وبطلع لي الاوتبوت. الان الاوتبوت متى راح يختار هذا، متى راح يختار هذا الانبوت انه يفوت على الاي ال يو؟ اذا اكتشف انه في داتا هازارد. طبعا كيف بنكتشف انه في داتا هازارد؟ اذا كان الديستنيشن بالانستركشن السابقه والسورس بالانستركشن اللاحقه كان المتشابهات، معناها في داتا هازارد صح بشكل عام هيك. وبالتالي الكنترول سيركت تايه اللي راح نبنيها اللي راح تعمل ديتكشن انه في هازارد اوكي، راح تكون هي اللي راح تطلع لي الاوتبوت على الماكس اللي هون راح نحطه اكيد. طبعا راح نشوفه بالداتا بعد. اوكي شباب، طيب الان احيانا يعني اذا لاحظتوا اد وتحتيها سبتراكت، احيانا ممكن تواجهنا مشكله انه لود وتحتيها سبتراكت، لود وتحتيها سبتراكت. اذا كانت عندنا لود وتحتيها سبتراكت، هنا مضطرين انه شو نعمل، مضطرين انه نعمل ستول للسبتراكت تايم، يعني ناخرها اوكي. يعني الفوروردنج اللي تونا شفناه مش دائما بيحلنا مشكله الهازارد وما بيخلينا نعمل ستول. يعني لاحظوا بدون فوروردنج اضطرينا نعمل ناخر هاي الانستركشن تو كلوك سايكل حتى ندخلها، يعني الصب اخرناها تو كلوك سايكل، هاي كلوك سايكل وهاي كلوك سايكل، فعملناها ستول لتو كلوك سايكل. اجى واحد قال بنحلها بالفوروردنج، ممتاز الفوروردنج حلي، ولاحظوا ما في ستول، يعني ما في تاخير لهاي الانستركشن، ففاتت بوضعها الطبيعي. اما في عندنا مشكله الفوروردنج حلها هنا اذا كانت اد وصب، اما لو تكون عندي لود وصب، لود وصب راح نضطر الفورورد مش راح تحل المشكله كامله، لكن راح نضطر ايش بهاي الحاله نعمل ستول لمين، للانستركشن تاعتنا، يعني راح نضطر ناخر الانستركشن تاعتنا. ليش؟ طلع اذا كانت لود، لود الزيرو 20 تي 1 وتحتيها سبتراكت، الآن السؤال تاعي اللود، اللود متى بتجهز الداتا، متى بتجهز محتوى الزيرو يا شباب؟ اللود، اللود بتجيب من الذاكرة وتخزن بالزيرو، فأفضل مكان بده يكون اللود المحتوى جاهز وين؟ بعد الميموري، ما احنا بدنا نقرأ من الميموري اوكي. السبتراكت متى بحاجه للداتا الاي ال يو انها تعمل سبتراكت؟ وين؟ بالاكسكيوت. تمام، بالاكسكيوت. وبالتالي يا شباب بهاي الحاله اذا كانت عندي لود وبتخزن داتا بالزيرو وستور او سب بتقرا الداتا من ريجستر اوكي، من ريجستر اللود بيخزن عليه نتيجة أوكي، يعني لاحظوا الصب هاي بتعتمد على اللود هاي ناتج عملية الطرح،
بهاي الحالة أوكي بيكون عندي داتا هازارد. طيب شو نعمل بهاي الحالة؟ أوكي رايحين نعمل استول لونك ونك لوك سايكل لمين؟ للصب تاعتنا. تمام، يعني راح نضطر نأخره زي ما انتم شايفين، يعني كأنه راح فوتنا بابل انستركشن، يعني كأنه دخلنا انستركشن بابل. اوكي هاي ما بتعمل اي شيء اللي هو نو اوب يعني، اوكي اضطرينا ندخلها، بس الفوروردينج ما زال موجود. حيو اوكي، وبالتالي الفوروردينج حلي يعني جزء من المشكله، لكن بحاله لود وتحتيها انستركشن بتستخدم الناتج عمليه اللود مضطرين نعمل ستول اوكي للانستركشن تاعتنا. فلو كانت تاي شباب لود، هاي لو كانت لود هذا الحل غلط. لو كانت لود بس حبيت اجيب لكم على هاي الرسمه، اللود هون بتكون الداتا جاهزه، اللود هون بتكون جاهزه، فبالتالي ما بصير اذا هيك رجعنا اكيد في مشكله راح تعمل لي. فشو مضطرين احنا نعمل؟ مضطرين انه نمشيها خطوه للامام، يعني مضطرين ان ندخل هنا بابل اوكي انستركشن وهميه خلينا نقول او فقاعه اوكي، مشان ايش تعمل لي؟ مشان تاخر لي السبتراكت انه يدخل على البروسيسور ب1 سايكل، وبالتالي راح اخر السبتراكت. انتم كيف بتعرفوا يا شباب؟ اطلعوا، يعني لو انا عندي مثلا هذا السؤال وبقول لي في داتا هازارد، بقول له نعم في داتا هازارد، كيف عرفت؟ هاي بتخزن على الـ S0 وهاي بتستخدم الـ S0. تمام؟ طيب فشو باجي بعمل؟ برسمهن طبيعي، يعني برسمهن زي هيك. الآن بسأل نفسي اللود وين بتجهز الداتا؟ هون. والصب وين بدها الداتا؟ هون. أوكي؟ فبالتالي إذا عملته هيك فوروردينج، هاي طبعاً أوكي معناته الداتا لازم تكون جاهزة، الداتا هون بتجهز قبل الداتا بتجهز هون اوكي، والاكسكيوت بعدها مش يعني الاكسكيوت بتكون فيها الداتا القديمه، فبالتالي مضطرين انه هاي الانستركشن نقدمها لقدام. طبعا هاي بحاله انه الانستركشن تاعتي شباب هي لود اوكي. وبالتالي شباب هذه هي عباره عن الداتا هازارد بحالة إنه لود وتحتيها إيش؟ وتحتيها سبتراكت. تمام شباب؟ أي سؤال؟ طيب هيك شباب إحنا محاضرتنا بتكون خلصت ماشي، إن شاء الله المحاضرة الجاية يعني بنكمل الموضوع تاعنا.